صباح الخير. لكل زمن دويلة خاصة فيها، دويلة إلى مقومات الصمود، بتسرح وبتمرح من دون حسيب أو رقيب، دويلة بتهدد المواطنين أو بتبتزن. صحيح المولدات الكهربائية شكلوا كارتيل كبير استغل حاجة الناس للكهرباء بظل غياب الدويلة، وما بكفي إنه يتحكموا بالتسعيرة، إنما اليوم أيضا عم بيهددوا بقطع الكهرباء عن اللبنانيين. بين سموم معامل الزوق وبين صفقات البواخر ومافيا المولدات، تبقى العتمة أهون الشرين. وبرغم العتمة وأزمة الكهرباء، إلا أنه حركة المهرجانات مستمرة وبوتيرة وصخب أكبر. محطتنا الأولى من البترون مع أمسية موسيقية للفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف، أمسية شاهدة على تمسك اللبنانية بالحياة والفرح. قدم من خلال إبراهيم معلوف مقطوعات موسيقية متنوعة من تأليفه. أجواء وتفاصيل هالأمسية بهالتقرير مع الزميلة باميلا نبهان. من بعد 158 حفلة موسيقية بأكثر من 28 بلد خلال سنة كاملة، قرر الفنان اللبناني العالمي عازف الترومبات الشهير الحائز على جائزة سيزار إبراهيم معلوف أنه ينهي جولته ببلده الأم، بالبلد اللي أطلقه قبل وصوله للعالمية، لبنان، وتحديدا إلى مهرجانات البترون الدولية لأول مرة بمسيرته المهنية. فكان له أمسية مميزة ضمن المهرجان من بعد ما شارك بالسنوات الماضية بمهرجانات بيت الدين الدولية بعلبك وبيبلوس، فكانت منطقة البترون اليوم إلى حصة باستقبال الموسيقي الملحن والعازف إبراهيم معلوف. Très très heureux de faire ce concert ici à Batroun. D'abord, c'est la première fois que je joue à Batroun. Et c'est une ville que j'aime beaucoup, qui est à la fois bercée dans sa tradition et qui a su garder et préserver sa tradition, mais qui est en même temps est très moderne. Et j'aime beaucoup ça. Moi, je suis très, très attaché à l'architecture en général. وقاري له مقابلات وبتابعه، بس اول مره بجي بشوفه لايف. ببقى في له كونسرت and that's basically it. Hopefully it'll be good. It's a really nice venue. اول مره بنجي هون على البترون، حبينا كثير، حسيت كثير شريحه على البحر. خبرينا كثير عنه، حكي لنا عنه، اولادي حاضرين وبرا، اولادي مسافرين، بقى كثير شجعونا نجي. مثل ما قالت، بناء على ريكومنداسيون تبع اولادنا، بس معروف عنه، هو انترناسيونال. شاطئ منطقة البترون وعلى صوت البحر، حمل إبراهيم معلوف آلة الترومبات وقدم تحية لأم كلثوم، فأدى أهم أغنية على طريقته الخاصة ومع فرقته الموسيقية، مزج الشرقي بالغربي بحفلة افتتحها مع الأخوين ساري وعياد خليفة، ليختتم جولة دامت أكثر من سنة، نقل من خلال لبنان ومصر إلى أمريكا وأوروبا. أما الموعد المقبل فرح يكون معه بتاريخ 14 أيلول، بنهار اللي رح يطلق فيه آخر عمل له، لافنتاين سيمفوني نمبر 1. Une ode, comme une prière ou un hymne, si vous voulez, à cette région du Levant, une sorte d'union entre toutes ces cultures qui sont la même culture levantine. إبراهيم معلوف بعقد، إبراهيم معلوف يعني عن جد فنان لبناني بيفتخر بلبنانيته. كثير أخذ ضجة بفرنسا وكذا كونسرت حاضرين وكمان بفرنسا، فاجينا كمان نشجع لبنان ونشجع صيف لبنان. مبدع بالموسيقى وفنان كبير. بحب الجو اللي بيعطي بالشوز، كثير بحبه. ايه مبسوط لأن اكلت ساندويتش. ما بعرفه لابراهيم معلوف. Pour toute la, tous les spectateurs, téléspectateurs de la Future TV, j'espère que vous allez être avec nous ce soir à Batroun. Et si vous n'avez pas pu être avec nous, j'espère qu'on se recroisera très très bientôt. Et je vous embrasse à tous.
بأجواء المهرجانات هالمرة من خلال جولة بكواليس التحضيرات يلي عم بتقوم فيها فرقة كاراكلا لعرض مسرحي غنائي رائس ضمن فعاليات مهرجانات بيبلوس الدولية. فينيقيا الماضي الحاضر هو عنوان هالعرض يلي رح يتقدم على مدى أمسيتين ب 17 و 18 آب، والتفاصيل مع زميلتنا باميلا نبهان. أيام قليلة بتفصلنا عن واحدة من أهم العروض المسرحية الغنائية والرقصة لسنة 2018، عمل فن جديد مستوحى من التاريخ ومن منطقة بيبلوس العريقة، أولى المدن اللي تعاقبت عليها الحضارات واللي تغنى بها الجميع، فأوحت آخر عمل فن لعائلة كاراكلا المعروفة بأعمالها الشهيرة والعريقة، فابتدى العد العكس اليوم لاستقبال آخر إنتاج مسرحي لفرقة كاراكلا فينيقيا الماضي الحاضر اللي رح تستضيفه مهرجانات بيبلوس الدولية خلال أمسيتين متتاليتين ب 17 و 18 آب، واللي من كتابة تأليف موسيقى وتصميم أزياء عبد الحليم كاراكلا، إخراج وإشراف فني إيفان كاراكلا، وكوريغرافيا إليسار كاراكلا. بدنا نجي على بيبلوس لأول مرة ما نقدم تحية لهالمدينة اللي عمرها ألوف السنين، فحبينا نفوت على الأسطورة أو الأسطورة لماضينا الفينيقي، من ذلك العمل اسمه فينيقيا الماضي والحاضر، يعني فينيقيا الماضي الأسطوري الفينيقي والحاضر اللي احنا اليوم عايشين فيه. الجمهور رح يشوف كتير الفولكلور اللبناني اللي بيحب يشوفه عن مسرح كاراكلا، يعني اجمالا أكترية المسرحيه بتكون بلغه رقص فولكلوريك مجدده على ستيل كاراكلا، والافتتاح في لوحه معبد ولوحه رقص الألفابة تمثل بالحدث اليوم، لانه احنا بهمنا كاراكلا انه وين ما نزلنا نضوي حالنا ونضوي على المدينه، ما نعمل صبغه، ما نعمل عمل فني تجاري صبغه بس امسي ليلي ولا من بطولة هدى حداد، جوزيف عزار، جابرييل لمين، رفعت طربي، منير معاصري، وعمر كاراكلا. عرض فرقة كاراكلا الجديد فينيقيا الماضي والحاضر بغوص بالتاريخ وبرجع لأيام الآلهة والفراعنة، لأيام رمسيس، أحرام، فينيقيا وغيرهم، عمل بيحتفل بهوية أجدادنا، تراث، عادات وتقاليد بطريقة عصرية وبكوريغرافيا تراثية وعصرية أيضا، وبيحتفل بمهرجانات بيبلوس الدولية وبمسيرة كاراكلا الطويلة أكثر من 50 سنة بالفن، الغنى والعطاء. دوري بالعمل هو بيربط الماضي بالحاضر، اللي هو دور أحرام، وأحرام هيدا الروح تبعه بتظهر بالحاضر وبيكون شاهد على شو عم يصير بالحاضر، خبر فيها أنه عادات الناس كيف بتضلوا محافظين عليها من زمان لهلا. أنا شخصيا دوري واحد من وجهاء الضيعة اللي مثل كل هالناس عندهم مشاكلهم وعندهم طموحاتهم وعندهم أحلامهم. أنا شيخ صلح بالضيعة، ما منخلي فريق يتنازع مع فريق أو شخص يختلف مع شخص. شيخ صلح أنا بهالضيعة هيدي يلي هي امتداد للتاريخ. من لولا عيونك حسود لتعذبنا ولا جينا، من لولا عيونك حسود لتعذبنا ولا جينا، أعطينا من كرمك حنقود طول العمر بيكفينا. من لولا 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 لولا
هبا لون الضيعة، بعرف كل شيء واخر شيء ما في شيء. دائما مع كراكلا ناجحة. بيكفي انك انت تواجهي جمهور من 5000 انسان بليلة واحدة، تتكون تجربة كتير فريدة من نوعها. نهرب نحن من السماء نعمل للحب سيارة. ورح ننتقل هلا لفقرة كلمة اليوم تنشوف كاميرتنا بمين التقت وشو هي الكلمة اللي اخترنا لكم اياها. هلا حاكيني نحن وين وهالدنيا وين وهالعالي اللي عايشين فيها وين، وسجل يا زمن. لا 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 لا، كان عمري 10 سنين يا خيي. كنت الليرة تحكي، كنت اخذ 3 ليرات بالجمعة اكل واشرب. اليوم تصرف ال100 ليرة ال100 دولار من هون لعين المريس بتطلع انت وياه خالص. كنت تطلع بالترين ب5 قروش، كنت تطلع على الواقف ب5 قروش، وعلى القاعد سجادة كنباية منجدة ب10 قروش. اسأل عنه لك، ما حدا عم بيسأل على حدا، ما حد غابي، انت عايش بغابة. اذا حنضلنا بهالصورة على الدنيا السلام، لا في نظام ولا في ترتيب ولا في زبالة ولا في اللي بدك ايه. انزيل على الشارع هون بتلاقي العربيات مصفوفة، بدك تمرق على الرصيف. هديك اليوم انا وياه مرة بقى تمرق على الرصيف هي والعربية، لح تموت هي وابنها، ما قادرة تمشي على الرصيف. ساعدناها لأنه بيوقفوا السيارات مع الحيط. رصيف لمين هذا؟ لك بدي افهم هالرصيف لمين؟ كان في أرصفة؟ لك كان في بلديات وقت اللي تخسر سيارتك برات الطرمبة، أنا عبش عباب المحل، هي تجي البلدية تعمل فيك زبط. ما تصبي علي. كنا قاعدين على رملة البيضة سنة 57، بنحب نقعد على رملة البيضة بين الشجر بين هالاوتوستراد هيدا. بتجي لنا 16 هربنا. لا 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 لا، ايش 16؟ انا عم بحكي لانه عايش ولانه مقروس. لا في اخلاق ولا في تربية، وهي الاخلاق والتربية بتوجدها الملح. مين الملح؟ الدولة. ما في دولة. لك تبقى تشم البحر، تبقى تشم ريحة البحر، الرمل تبقى تشم ريحته. اليوم روح نزيل على البحر شو بتشم؟ لك ابني اجا لهانة من امريكا، اجا من امريكا ليشم الهواء شهر 30 يوم، راح على المطار صار ايديه يورمه كل اصبع هيك، بالطيارة زاد وزنه، زاد وشه ونفخ كلياته. وصل على امريكا على مطار ديترويت، كان الامبولانس ناطره، وشه نفخ، الله سلمه. ليش؟ اخذ جرثومي يقام لها ويقعد. انا عيب اني احكي لانه هذا بلدي اخر النهار، انا هيدا بلدي. بس حلنا نكون نضافي، حلنا يكون انزرافي، حلنا يكون الامن، حلنا يكون لا في حكمه ولا في تجليط. هذا كله يتوقف على ما بس انا عم بحكيها هاللغات هيدي، العالم كليات عم تحكي بهالصوره هاي. ليه هالذل؟ ليه العالم توقف مثل الشحادة؟ روح ظهر لبرا. أنا خيب روح لأمريكا. لك بس تقول أخ بحيلا دولة بالعالم بيصطقوك أنت عن الباب. ليش؟ 68 رحت لمصر. 68 لا 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 لا، أنا لك بدي أحكي شو شوفي. 68 بحط باسبوري أني هون الأرزة. أهلا يا بيه وأهلا يا بيه. اليوم شو؟ عيب. إذا ما حيرجع باسبوري مثل ما كان ب68 وبال65 وب58 للأسف. خلي اللي ما سمع يسمع، هيدي هالأرزي بدي رجعها غصبا عن اللي ما بيريد. هالأرزي لازم ترجع. عيب. أنا أم كلثوم أروح لمين؟ بس للأسف لوين بدي أروح؟ الله بدي غني له لفخامة الرئيس، بدي غني له لفخامة الرئيس. يا فخامة الرئيس أروح لمين؟ بدك تقول لي. نحن لأنه نحن مش موجودين. الشعب قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. نحن إذا حنضل بهالصورة هي مخضرين، وإذا حنضل بهالصورة نايمين ما بيصير، لأنه حل هالبلد تعيش. شو بدي أقول لك؟ كلمة اليوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.